هذا سائل يقول: هل تغيير المكان بين صلاة الفريضة والنافلة مستحب؟ والله يرى بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه ما هو بلازم، أنه ما هو بلازم تغيير المكان. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة، يعني ما عليه دليل، ما عليه دليل. وسمعت أكثر من مرة من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يقول لا أصل لهذا. نعم.